اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم الجدعان ريل استيت، مصدركم الموثوق لاي معلومه او خبر عن السوق العقاري. وقبل ما نبتدي حلقه النهارده، في مجموعه تقارير واخبار عايزين نحللها سوا مع بعض. في الفتره الاخيره صدرت عده تقارير بتحلل الوضع الاقتصادي العالمي والمصري، وللاسف جزء كبير منها نظرته سلبيه. ده بالاضافه لتصريحات صدرت من بعض المستثمرين ان ما عندهمش نيه لضخ استثمارات جديده في مصر زي شركه اكسترا السعوديه وشركه الدار الاماراتيه، وكمان تصريحات المهندس سميح ساويرس اللي قال نفس الكلام تقريبا. وطبعا حصلت ضجه كبيره على السوشيال ميديا وتم تناول التصريحات دي بشكل كبير ومكثف. لكن لكل اللي روجوا للاخبار دي نسيوا او تناسوا ان الشركات دي قالت انها مش هتضخ استثمارات جديده، لكن ده مش معناه ان هم هيوقفوا استثماراتهم في مصر اللي بالمليارات وعلى مدى سنين طويله. اللي ركزوا على الجزء السلبي في تصريحات المهندس سميح ساويرس نسيوا او تناسوا ان التصريحات دي صدرت في لقاء صحفي متزامن مع تسليم شركه اوراسكوم لاولى الوحدات في مشروع او ويست في غرب القاهره اللي مساحته 1000 فدان ومخططين يسلموا السنه دي اكتر من 1000 وحده. ده غير ان في 4 مدارس على أرض المشروع شغالة فعلا، والنادي كمان هيبتدي شغل السنة دي. وكمان شركتهم الشقيقة أورا بعت السنة اللي فاتت ب 19 مليار جنيه على طول سنة 2022، أما السنة دي وفي الربع الأول بس من 2023 باعوا بأكتر من 15 مليار جنيه. محدش قال إن إحنا مش في أزمة ومش عايزين ندفن راسنا في الرمل، لا، إحنا في أزمة، وأزمة كبيرة عالمية ومحلية، ويمكن في مصر احنا متأثرين بيها أكتر من دول كتير، وخصوصا مع زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي للفايدة بطريقة جنونية، وللمرة العاشرة على التوالي بيزود 25 نقطة يعني ربع في المية عشان يوصل إجمالي الزيادة لخمسة وربع في المية أقل من سنة. ده غير كمان ان لحد دلوقتي مفيش اي بوادر لانتهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه او حتى ايجاد حل ما بين اطراف الصراع اللي كلهم بيعندوا عند جديد، وده بالاضافه للازمات اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر زي الاضطرابات اللي بتحصل النهارده في السودان والاضطرابات اللي في الاراضي المحتله واللي اكيد ليها تاثير على مصر وعلى الوضع الاقتصادي، وكان المصائب لا تاتي فرادى. انا مش ببرر للمشكله ولا مطلوب مننا ان احنا ندفن راسنا في الرمل زي ما قلنا، لكن المطلوب ان احنا ندرس مشكلة بشكل سليم عشان نخطط كويس ازاي نتعامل معاها، وده يتم من المتخصصين في كل صناعة. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة اللي بتضم مجموعة من أكبر المطورين والخبراء العقاريين واللي اجتمعوا كلهم تحت مظلة مؤسسة الأهرام العريقة اللي نظمت مؤتمر العقاري الثالث، واللي كان فيه موضوعات ومحادثات في منتهى الأهمية تمت ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإيجاد حل للمشاكل الحالية. تعالوا بينا نبتدي لقاءاتنا من حلقة مميزة جدا من برنامجكم الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم. في لفتة جميلة من مؤسسة الأهرام النهاردة بتكرم بعض رموز المطورين العقاريين والقائمين على الصناعة. المؤتمر ده بجاي في وقت وظروف حساسة وخاصة جدا. البنك المركزي أصدر قرار سنة 2007 تقريبا عدم السماح للبنوك بتمويل وحدات تحت الإنشاء. طب في حاجة تمنع إن فايدة التمويل العقاري تبقى ثابتة؟ هو البنك بيخاف إن المطور والعميل الاتنين يحصل لهم ديفولت. في حل مهم جدا للأسف مصر متأخرة فيه وهو الصناديق العقارية. ضرائب هنعمل فيها ايه؟ تسجيل العقارات دي مهمة جدا. برنامج اسمه البيم بقاله في العالم حوالي 15 سنة، زودوا عليه بعد كده الفاسيليتي مانجمنت اللي هي الصيانة والاستدامة كمان. ايه اخر اصدارات التكنولوجي اللي فعلا حضرتك شايف انها ممكن يبقى ليها تأثير كبير في حياتنا؟ تكنولوجيا المعلومات دلوقتي في السمارت سيتيز بتتحكم في كل حاجة. على قادة البنوك يخفضوا من الشروط الائتمانية المبالغ فيها بشكل مش طبيعي.